راضي راضي ايه؟ لا فين يا هبابة سودان؟ وانت كانت ايدك اتقطعت، ما تمدي ايدك وخدي من يدك ليها طعم تاني. ما تقولي لابوك يرمي الجشر في الطبق، هو ما بيعرفش ينشن ولا ايه؟ اصل احنا متعودين بره ان هو ياكل ويرمي على الارض، يعني في ناس ما تشغليش بالك، انا هبقى لم وراه. انا كنت عايز اسالك سؤال محرج كده يا اختي، بس انت عارفه يعني انا بخاف على مصلحتك. قولي يا حبيبتي، احنا ما فيش ما بيننا احراج ولا اي حاجه، احنا اخوات. الا انتوا بقالكم سنتين متجوزين يا اختي، لا شفت لك عيل ولا تاير ولا بطنك منفوخه ولا حتى نفسي غم عليك يعني. بس تقدر تقولي كده يعني لسه ما حصلش نصيب. طب خلي بالك بقى يا اختي، خلي بالك عشان الرجاله بتزهق بسرعه، لو ما ربطتيهوش بعيل سنه والتانيه هيسيبك ويروح يتجوز واحده تانيه. لا بس الكبير بيحبني، عمره عمره ما يزهق مني. انا امراه متجدده كل يوم. ما تقولي لامك ترمي الجشر في الطبق. ما تشغليش بالك، انا هلم وراها. وانت مين يلم وراكي؟ ما تخلينا يا اختي في المهم. قولي. هحكي لك حكايه يمكن تتودكي وتتنصحي وتتاسسي وتتعلمي وتفهمي. كان ليها واحده صاحبتي كانت متجوزه واحد بيعشقها وبيموت فيها. كيف الكبير يعني؟ وقعدت تقول ايه، مش العيال اللي هتربطه ومش العيال اللي هتعمله. اذ بالمفاجاه الكبرى، فجاه اكتشفت ان هو كان بيحقن لها الدواء بتاع منع الحمل في الموز عشان كانت بتحبه، وفي الاخر فرقعها. الموز؟ هو الموز بيفرقع؟ موز يا متخلفه انت، جوزها طلقها. فهمي. لا لا بس الكبير عمره ما يعمل كده. وبعدين صاحبتك دي عبيطه هبله. هي برضك اللي عبيطه. طب هو الكبير فين دلوقتي؟ الكبير انا اقول لك، هيقول لك حصلت لي مشكله في الشغل وده خلاني اتاخر. يا بنت الرجاله كلهم زي بعض. فهمي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. واو ايه الجسر ده كله؟ انتوا قاعدين في جبلايه نسانيس حبلنج، وانت قاعد كده ليه؟ وانت عندكم بتقعدوا ازاي؟ قصدي قاعد بالشابونيز ليه؟ حد انا حريم؟ قصدك على مربوحه؟ وده بيغرغر ولا بيضحك ولا ايه ده؟ دي مربوحه دي زي بنتي. طب اقول لك، ده انت لو تعرف مربوحه وهي صغيره كانت بتعمل ايه، انما ربنا امر بالسات. يا عم راضي، مش كل حاجه نقولها كده. قلتم يا وليه عملت ايه؟ كان اي حد يديها بنبنايه تروح. تروح فين؟ تاكلها وما تدينيش حياتك. ده انت السرد عندك صفر. وفين القصه؟ فين السخافه دي؟ استر نفسك انت الاول. ثم انت يا كبير، يعني انت بتغير الموضوع ليه؟ انت مش قلت لي ده بيت اخوك؟ ايوه مش بيت ابوك. انت بتقعد عند اخوك كده؟ الكبير ولا الصغير؟ وتفرق ايه؟ لا الكبير هو اللي مربيني، بقعد عنده من غير فلينة. الصغير انا اللي مربيه، بقعد عنده من غير ايه؟ من غير فلينة برضه. اوه ما هي الفرق ايه؟ الفرق 10 سنين، ده 66 وده مواليد 66. بس يا عم انت ما توهنيش. يا كبير انا قاعد بالفلينة احتراما لشخصانتك يعني، انما بكره ناخد على بعض وهقعد من غير. غير ايه يعني؟ من غير تكليف. الراجل ده حداه مهارات في التلاعب اللفظي اللي هي الورد بلاي، اصيع من مروان موسى. الراجل ده حداك بلغم تفه، ولا اروح اغرغر لك بزيت باكن. ايه القرف ده؟ اهدى اهدى بس يا كبير. قول لي بس ايه اللي اخرك كل ده؟ حصلت لي مشكله في الشغل. وده اللي اخرني شوي. ايه اللي في يدك ده؟ موس. ايش معنى يعني موز؟ عشان محمل بوتاسيوم، ودي زين لعظمك. خدي دي. لا دي هي دي. ايش معنى دي؟ عشان انا اللي نجيتها. نجيتها ليه؟ عشان محمل دواء. دواء ايه؟ بوتاسيوم. حبش البوتاسيوم. هتحبيه؟ مش عاوز اكل. انا قشرتها. انا مش عاوز اكل. هاتك ليها بقشر. انا ما بحبش الدهان. انا اقعد انت بالبسك الكسور ده. استنى استنى. وايه ده؟ دي اللي جاي تساعدك. ما تشغلش بالك يا كبير، انا لم ورايا. ما هو محدش بيلم. انت يا واد انت، هو بالراحه يا ولد بالراحه، ما تجروش في الجزم.
ده ايه ده ايه ده ايه ده الشنطه سيب سيب الشنطه يا ابني ده عهد خلاص اديني اللاب وخد الشنطه يا خرب لابتوبك يا استاذ متى هتاخد لاب ايه هموتك ايه ده انت هتثبتني بمسدس شمع ايوه دي اكتر حاجه تثبت زي الامير اه فعلا فعلا يا ابني عهده حرام عليك يا ابني شيل شنطه يا ابني عهده يا حبيبي الحمد لله اهو ساب لي الزماره الله اول مره الواحد ياكل فطير بالحلاوه دي وايه الجديد من اللي عجناه وانا اللي خبزاه وانا اللي مقطعاه وانا اللي ايه الجديد الجديد ان هو ببلاش وابو بلاش كتر منه وبقول لك ايه ابو بلاش ده بيبقى طعمه عسل صدق صحي يا حاج وانا اقول طعمه ماله كده خمسة في عينيا سكر جلاب جلاب ايه جلابة القار والمصايب اه شفتي كنت هتنسيني الا من حق عامله لنا ايه على الغدا هو انت لسه خلصت الفطير ما تهدم الفطير الاول وبعدين نبقى نتكلم في الغدا ومن امتى ابوك بيهدم انت مره تعرفيني ولا ايه ابوك بيزلط بس